قلت أتحداك أن تأتي بدليل واحد. أستحي من تلميع سورة بن علي فليتني لمعت سيرته، لأنها مهما تكون أخطاءه أرجل منك ألف مرة، ولكن لا أحب الكذب. الكلام هذا ما تغشش برشا ناس ولاموا عليك، معناتها أنت قبل قلت وقت اللي أنا نختلف معاهم نعتوني بكذا وكذا وبالعاهرة، اليوم اختلفوا معاك باش تنحيلوا نوع من الرجولية، اللي هو كلام معناتها فم برشا ناس اعتذر قالوا لك اعتذر، فم برشا ناس قالك أهنت توانسة وغيره، معناتها هكا أنت مارست نفس اللي مارسوا فيه اللي تراهم متطرفين معناتها. توانسة أخي كي تقول فلان أرجل من فلان في رأي ساعات نتفقوا. مفهوم الرجولة هذايا ما عنده حتى علاقة بالجنس، راه بالجانب الجنسي هو جماع قيم معينة في مجتمع معين نسبت إلى الرجولة، بما أن في مجتمعات ذكورية واللغة الذكورية نطلع ولا نهبط وذاك الموجود وذاك اللي عايشين فيه. كي نقولوا كي تقول لي صاحبك راك رجولي، راه ما فيها لا إحالة جنسية لا حتى شيء، يعني مروءة يعني شهامة يعني كرامة، يعني كما السيدة أم زياد قالت بن علي ليست له ذرة من الرجولة. نفرضوا مع السيدة أم زياد أن بن علي رجولته صفر، بالنسبه للمرزوقي رجلته الا 10 ولا الا 15 فقط، يعني واضح المساله. معناتها بن علي عنده قيم اكثر من مرزوقي، صعيبه معناتها كي نمشيو بلغه القيم، معناتها الرجوليه ما خممناش. شوف بالنسبه لي انا مهما تكون الاخطاء واللي هي اخطاء كثيره جدا تاع بن علي ما باعش بلاده للاجنبي، مهما تكون الاخطاء اللي هي اخطاء كبيره تاع بن علي، التونسي كان على مستوى الامن عايش خير من اللي عايش تو.